مهندس حسام، مساء الخير. يعني قل لي الأول عن حالة الفنان شريف، كيف علمتم بها؟ عملتوا فيها إيه؟ مساء الخير يا أستاذة لميس، بشكر اهتمامك بالموضوع. هو الحقيقة إن الاهتمام الأكبر كان اهتمام ست الريس بالحالة. طبعًا. إنما إحنا لما لقينا إن في احتياج لهذا الدعم، ان يبقى فيه دعم للحاله ديت، المتحده الخدمات الاعلاميه احنا انشانا في اطار التطوير اللي بتعمل فيه المؤسسه، انشانا صندوق اسمه صندوق مخاطر العاملين في مهنه الاعلام. وليس صندوق مخاطر العاملين في المتحده، هو ده لكل مهنه الاعلام. صندوق عام لمهنه الاعلام، لما يكون في حالات صعبه، لما يكون في حالات لها علاقه ب المخاطر، والمخاطر دي بيدخل فيها حاجات كتير قوي، مش بس الصحيه، المخاطر الصحيه، المخاطر اللي في العمل، المخاطر في حاجات كتير. لما الحاله ديت ظهرت طبعا درسنا بسرعه جدا من خلال المنظومه بتاعت الصندوق المخاطر العاملين، وشفنا ايه المطلوب عشان خاطر نتكفل بالحاله ديت، زي ما البيان اللي طلع من الدكتور اشرف زكي.